بداية لو تذكر لي ما هي أبرز ما تميزت به شبكات الطرق في المملكة وتسيير رحلة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة وبقية المشاعر المقدسة؟ حقيقة الحديث عن النقل والحركة ومنظومة الخدمات اللوجستية هذه اللي تم تقديمها حقيقة في حج هذا العام شيء حقيقة نفتخر فيه جميعا، سواء كان على مستوى النقل الجوي او النقل البحري او حتى نقل السكك الحديد او حتى النقل اللي احنا نسميها الطرق او النقل المعبده اللي تم خلال هذا السنه هو شيء حقيقه مشرف. لاحظنا خطط التصعيد وخطط النفره وجميع الخطط لانها تعتمد بالدرجه الاولى على الحركه والنقل، وهذا حقيقه ما اسعدنا كثيرا في هذا العام. لما نتكلم عن الخدمات او ما تم تقديمه هذه السنه، يعني شيء لما نتكلم مثلا على موضوع النقل، خلينا نتكلم عن النقل الجوي. يعني النقل الجوي كلنا عارفين انه وزاره النقل والجهات ذات العلاقه وهيئه النقل العام وجميع الجهات الحكوميه اللي يقع عليها عتق الحجاج، لو لاحظ انه تم تهيئه خطة فعلا جدا مشرفة يمكن قبل 3 أو 4 شهور لتوفير مقاعد، لتوفير صالات لاستقبال الضيوف. لاحظنا أنه 6 مطارات في المملكة العربية السعودية تم تجهيزها لاستقبال الحجاج، أكثر من 13 أو 14 صالة سفر هذا لنقلهم. غير كذا أنه الاتفاق مع الناقلات الجوية سواء الخطوط السعودية وزميلاتها أو حتى الخطوط الأخرى تم توفير أكثر من 2 ضعف الطاقة الاستيعابية للحج هذا العام، اللي يعرف أنه يمكن حوالي 3 مليون أو 3.5 مليون مقعد فقط خلوه للحجاج. الخطوط السعودية أخذت يمكن أكبر جزء منها حول 1.2 مليون أو 1.3 مليون مقعد. هذه الخطط اللي تم عملها قبل ما يبدأ الموسم، هذه كلها مؤشرات تعطيك أنه الموسم موضوع في يعني موسم الحج موضوع الخطة تشغيلية صراحة لم تغفل أي نقطة من نقاط هذا، وهذا اللي ما انعكس شفناه بعد ما تم تصعيد هالحجاج إلى المشاعر المقدسة، كيف تم تهيئتهم من خلال النقل العام الباصات أو حتى من خلال قطار المشاعر أو حتى من خلال بعض الوسائل التقنية الحديثة اللي يتكلموا فيها زي التاكسي الطائر أو زي حتى تجهيز ممرات المشاة. هذه منظومة متكاملة. يعني أشكر زميلي معاك في الاستديو اللي تطرق لنا كيف كان في الماضي، كيف كان النقل وكيف الآن. يعني شيء عظيم، شيء نفتخر به كسعوديين. تخيل أنت عندك طاقة استيعابية أكثر من 2 مليون حاج في مكان وزمان محدد، وأكبر يعني تحدي لك أنه كيف هالناس هذه تنتقل بكل سلاسة وسهولة بجميع الوسائل النقل الموجودة. لاحظنا انه السكوتر دخل معانا السنه هذه، بدل ما هي وسيله ترفيهيه الان صارت وسيله نقل في الحج. الحج انا دائما اقول هو مدرسه لجميع الجهات انها كيف جوده خدماتها وكيف احنا نقدر نسوق في المملكه العربيه السعوديه للعالم. كيف انه احنا ما شاء الله يعني في عندنا اشياء كبيره سبقنا بها العالم حقيقه في هذه الفتره الزمنيه فقط. جميل.